مشاهدينا، التعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من لندن المتخصص في الشان الايراني الاستاذ احمد سعيد عبيات. اهلا بكم الى استوديو الرافدين. برايك ماذا تعني دعوه باقر صولاغ القيادي في المجلس الاعلى الى تاسيس جيش عقائدي في العراق؟ مساء الخير لكم ولمشاهديكم الكرام. طبعا هذه الدعوات ليست بغريبة عن إيران وأعوانها المتواجدين حاليا في العملية السياسية في العراق، وهي تأتي ضمن إطار خطة الحرس الثوري للاستفادة الكلية من العقوبات المفروضة والتي سوف تتلاقم في نوفمبر القادم على إيران، حيث النظام الإيراني يسعى وبالأخص الحرس الثوري يسعى إلى مماشاة هذه العقوبات مع العراق، حيث يشرك ميليشياتها الموالية لها ضمن هذه العقوبات ويستفاد منها ومن تسريب نفطها المصدر الأساسي للثروات الإيرانية للعراق ومنها للبيع للعالم كله. نعم. ضمن هذا الإطار الولايات المتحدة سوف توقف أو بالأحرى سوف تسعى إلى وقف كامل المبادلات المالية مع العديدين من المراكز والناشطين للنظام الإيراني مثل البنك المركزي وبعض البنوك العراقية التي تم تحييدها وتم العقوبات عليها، وعلى رأس هذه العقوبات حرمان إيران من النظام المالي الدولي المسمى بسويفت. وهذه خطوة مهمة جدا، حيث لم يستطع النظام البنكي الإيراني أو النظام المالي الإيراني بأي تحرك خارج ضمن هذا الإطار أو التي يتم معاملته معاملة النفط كلها ضمن إطار الدولار الأمريكي أو الفيدرالي الأمريكي. يعني مثل هذه الدعوات برأيك عن ماذا تكشف؟ هذه الدعوات هذا واضح للشاهد أو المتابع للشأن الإيراني بالأخص، إنها تأتي ضمن خطط الحرس الثوري الإيراني أو النظام الإيراني لبسط توسعته ضمن نطاقه الإقليمي في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وضمن لأنه يعلم علم اليقين بأن الأمور سوف تتفاقم عليه في نوفمبر القادم، وهو يسعى لانتشار هذه المشكلة على دول الجوار أو الدول أو بالأحرى الدول التي لها نفوذها. فمن هذا المنطلق سوف يحاول الاستفادة كليا وزج هذه الدول في مشكلته التي لم يستطع أن يتخلص منها. نعم، كيف يمكن برأيك لإيران وميليشياتها أن تمول هذه القوات في ظل تضييق اقتصادي أمريكي عليها، مع العلم بأن مجلة فورين بوليسي تقول بأن الحرس الثوري ربما سيعتمد على تهريب النفط في السوق السوداء؟ بالتأكيد الحرس الثوري له حاليا اليد البسط الكلي للتجارة والاقتصاد الإيراني في يديه، حيث كل نشاط الاقتصاد الإيراني تحت سطوته، والحكومة الإيرانية ليست إلا بحكومة تصريف أعمال. كلنا نعلم بأن القوة والنفوذ كله في يد الحرس الثوري وقادته وعلى رأسهم الولي الفقيه خامنئي. ومن هذا المنطلق الحرس الثوري سوف يسعى إلى بيع النفط من خلال أهم الموارد، من خلال تركيا الذي أعلنت سوف لن تتوقف على شراء النفط الإيراني، وبالتأكيد عن طريق ميليشيات العراقية الموالية لإيران من ضمن هذا، وأيضا لا ننسى المنفذ الأفغاني الذي إيران سوف لأن عنده أصدقاء هناك وسوف يستفاد منه كل الاستفادة. نعم، كيف ترى برأيك توقيت الدعوة في ظل تصريح ترامب
حول خروج واشنطن من الاتفاق النووي، هذا تصريح بأنه أنهى طموح إيران لتمويل الأنشطة الإرهابية. نعم، هذا التصريح مهم جدا. هذا أنا برأيي كل هذه العقوبات الحالية والآتية لها دلالاتها ومؤثراتها على الساحة الإقليمية في الشرق الأوسط وبالضبط إيران، لكن الأهم من كل هذا ما شاهدناه في اليومين الأخيرين من أحداث في أوروبا، حيث أكملتها تحركات الدول الكبرى الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا حديثا، مثل ما كان الحدث الفرنسي حصة الأسد في الأحداث الأخيرة الإرهابية التي حصلت وكشفتها على أراضيها وهي مراكز مذهبية وأشخاص مرتبطين ارتباطا مباشرا بالقيادات الإيرانية من الحرس الثوري واستخباراتها، وعلى أثرها بادرت الإدارة الفرنسية بحزبة من العقوبات على كيانات استخبارية وحكومية إيرانية وتجميد أرصدتها. نعم الأستاذ أحمد سعيد عبيهات، كنت معنا عبر الهاتف الخبير بالشأن الإيراني، شكرا جزيلا لك.